وصلت نسب الفقر في محافظة نينوى بحسب الإحصائيات الرسمية إلى قرابة 40%، وما يزال حتى اليوم ملف الرعاية الاجتماعية يعاني من التلكؤ الإداري والمشاكل بمختلف أشكالها. إيقاف المعاملات أو تأخيرها بسبب أنه الحاجة إلى مخاطبات بعض الدوائر، فالكتب الصادرة الواردة يكون بها تأخير إضافة إلى صحة الصدور، هذا اللي يأخر المعاملات. حاليا لا يوجد أي شمول بيعة الحماية الاجتماعية كشمول إلكتروني بانتظار التعليمات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يسجل أصحاب الإعاقات والمستحقين بياناتهم وينتظرون على أمل شمولهم، وطال انتظارهم في وقت أصبحت درجات الرعاية الاجتماعية بيد أصحاب النفوذ من البرلمانيين الذين ينشرون على صفحاتهم بين الحين والآخر قوائم لأسماء قدموها عن طريقهم. أما من لم يجد مسؤولا يقدم اسمه فلن تكفيه الإعاقة للحصول على ما يستحق. والله مشكلتنا دائرة الرعاية، هذول من 2016 مسجلين أساميتهم ما يمشوهم، وجانوا الباحث، جانوا مش معاملته كاملة، حتى الباحث لما جاي ما يمشوهم. هذا الأخين وياي من 2016 مسوي ما يمشون معاملتهم. كل مرة يقول له بعد 15 يوم تعال، نرجع يقول بعد 15 يوم تعال. هات أربع خمس مرات يدز يقول له بعد 15 يوم تعال. بعيدا عن دائرة الرعاية الاجتماعية التقينا هذا الشاب البسيط وسط السوق، والذي يعاني من ضمور في الدماغ بحسب ما قال أصحاب المحل هناك، وطلب الحديث معنا وقال بعض الكلمات بكل عفوية. أريد من المحافظ أريد يسوي لي راتب رعاية، من ما سوي أريد محتاج بتش راتب رعاية بتش شيء. ليش ما عندك؟ ما عندي بتي يسوي راتب رعاية. عز علينا أن نقول له بأن ما يتمناه بعيد المنال، وحاله اليوم مثل حال الآلاف في هذه المحافظة ممن يستحقون مخصصات الرعاية الاجتماعية ولا يجدون من يقدم أسماءهم للحصول عليها. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.